فاضل متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لازلنا متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الرائعة مع التحديات المتواصلة. انطلاقة الشوط الرابع عشر والمخصص للقاية الإبكار، المسافة هي 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للحاصل على المركز الأول. نذهب وإياكم إلى راعي كرار صاحب الخنجر المفتوح في هذا المساء. يتجدد ويتواصل اللقاء مع انطلاقة جزاعة على الصدارة وعلى البداية الأولى. حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. نتابع وإياكم انطلاقة المركز الثاني ووصول من قبل مياسة فهد بن علي بن عبد الله المهندي القادم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز لحظة بوصول انطلاقة محنة على المستوى الثالث أحمد بن جوعان بن عبد الله المهيري على ثالث المراكز. النقلة إلى رابع المراكز حيث الوصول من قبل مذيار على المستوى الرابع، حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز هنالك الحضور والتواجد من قبل مزون سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي يتقدم على المستوى الخامس بقيادة بوزين حاضر ومتواجد على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى وللشعارات المتواصلة. شوط الختام في هذا المساء، ولكن العودة إلى جزاعة. جزاعة على البداية وعلى الصدارة الأولى. حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي ينطلق شعار الزعبي المميز والجميل الذي يأتي مع هذه الانطلاقات على الصدارة الأولى، يقدم لنا اسم متميز. النقلة إلى ثاني المراكز حيث الوصول من قبل محنة على ثاني المراكز أحمد بن جوعان بن عبد الله المهيري، وثالث المراكز الوصول من قبل مسرة منصور بن سيف بن علي بن سعيد المنصوري هو القادم على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز حيث الوصول من قبل مذيار وصلت الآن. حضرت هنالك مذيار بشعار حسين بن علي بن حسين أبو السيقان على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز تواجد من قبل مرموقة ناصر بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي على المستوى الخامس. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء للخماسية الألماسية التي تنطلق بإبداعات، بحضور وتواجد فن، بانطلاقات رائعة، بمختلف الشعارات، ولكن جزاعة لازالت صامدة، لازالت متمسكة بقبضة وأمور هذا الشوط. حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يتقدم على البداية الأولى، ولكن نتابع من الجانب الأيمن انطلاقة المزروعي من يقدم لنا مرموقة على المستوى الثاني. غيرت الآن إلى الصدارة وانطلقت إلى البداية ناصر بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. النقلة إلى ثاني المراكز حيث التواجد من قبل مسرة، وصلت الآن مسرة على ثاني المراكز. منصور بن سيف بن علي بن سعيد المنصوري على المستوى الثاني وثالثا. نتابع وإياكم مذيار بشعار حسين بن علي بن حسين أبو السيقان المري على المستوى الثالث. النقل إلى رابع المراكز حيث الوصول من قبل جزاعة حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، بينما خامس المراكز حضرت الآن وتواجدت انطلاقة محنة أحمد بن جوعان. يتقدم بن عبد الله المهيري على خامس المراكز، ولكن وصلت الشعارات الآن، وصلت الأسماء الرائعة. أرى القادم شعار بن قريع على المستوى الخامس، وهنالك وصل شعار بن جبران بن
وضان قادم وبن غدير. وصلت الأسماء الرائعة، انطلقت الشعارات الكبيرة لمن السيارة يا ترى؟ ولكن شعار المنصوري على البداية الأولى وعلى الصدارة يقدم لنا هذه الانطلاقة. الأسماء وصلت الآن، الشعارات تتقدم. وصل بن خلفان المزروعي وبن جبران الجربوعي وبن غدير الاكتبي. لمن السيارة؟ لمن؟ لمن الزعفران؟ لمن؟ ولكن 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 لا غرابة، والله العظيم لا غرابة، لا غرابة على هذا الشعار. يكرر الإنجاز تلو الإنجاز ويقدم لنا الأمجاد تلو الأمجاد المستمرة. هذا هو بن جبران، هذا هو بن جبران ومحطم الأحلام بن جبران. يأتي بالنوعيات الفريدة، يأتي بالانطلاقات الجميلة. شوط الختام وختمها بن جبران بالمسك والريحان. بن عويضان قادم، بن عويضان قادم مع غناط محمد بن سهيل بن عويضان العامري. بن عويضان وبن جبران، بن جبران وبن عويضان. والأمتار النهائية، الأمتار الجميلة. لمن السيارة؟ لمن الإبداع؟ بن جبران وبن عويضان. ولكن 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 هذه هي غناط محمد بن سهيل بن عويضان العامري. فاجانا باللحظات النهائية وقدم لنا هذا الاسم الرائع والجميل، شعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري. كان متواجدا مع غناط التي فاجأتنا باللحظات الأخيرة. ثاني المراكز حضرت في هذه اللحظات حذاري، جابر بن سالم بن جابر بن جبران على المستوى الثاني، وثالثا كان الحضور من قبل فهيد بن محمد بن سعيد بن حنيتم المري مع سمحة. بينما رابع المراكز كان التواجد من قبل متعبة عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز تابعنا وياكم انطلاقة سلام حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. العودة وياكم إلى غناط التي فاجأتنا باللحظات الأخيرة وقدمت لنا عرض رائع. تهانينا والف مبروك لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. 7 دقائق 36 ثانية و11 جزء من الثانية. حذاري حلت ثانيا، جابر بن سالم بن جبران 7 دقائق 36 ثانية و23 جزء من الثانية. بينما ثالث المراكز كان التواجد والحضور من قبل شعار فهيد بن محمد بن سعيد بن حنيتم مع سمحة. 7 دقائق 37 ثانية 57 أو 57 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل. التواصل مستمر، أخي مطلق بن علي العنزي.